السلام عليكم. اليوم انا غادي ندير واحد الاوديو فريد من نوعه. هذا الاوديو انا كنتمشى شويه في الطريق هكا، تمشيه شويه صحيه اذا صح التعبير. انا تنقول لكم اليوم نهضروا شويه على تعاس، مع ان هذا الموضوع بسال بزاف مثال ناموسة بسلات، وخارجة كتقول انا راه اختي دايره واحد الجيش ديال الناس اللي كيدافعوا عليها، وانا وحده من هاد الناس اللي انا قناتي صغيره مبتدئه، وسبحان الله العظيم انا ما كنعرفش سميره، وانما انا كنهضر في الموضوع لانه كيخص المراه المغربيه والمراه بصفه عامه. كيفاش انتيا كتقولي ان اختك شرات القنوات، مع ان انا كاينين بزاف ديال الناس اللي ما شاريينش ما مبيوعينش لسميره وما كنعرفوهاش، انما حنا كنهضروا على الموضوع كنعالجوا موضوع نفسه. حنا موضوع سميره في يد القضاء، حنا كنعالجوا الاخوه، كنعالجوا القرابه ديال الانسان اللي كتكون عنده مشكله وكيخويو به اقرب الناس ليه بما فيهم الاخت تكون هي السند، والاخ يكون هو السند. المهم داكشي اللي غادي يخرج منك انت خرج من خوك، داكشي اللي غادي يكون تضامن مع اختك خرج منك انت. دابا كون غير خليتي اختك مع الموضوع ديالها بوحدها، علاش كتخرجي وكتبقاي تعاودي شي حوايج وشي قصص، مع العلم انك انت عندك بزاف ما يتقال في الموضوع ديالك، عندك زوج ما عرفناه زوج ولا طليق دير مشاكل، كيدخل كيتبع وكيتشرى، حتى انت في البيع والشراء حتى انت راكي مبيوعه وكتشري بارخص الاثمنه، انت ما كتحشميش حتى على وجه باك وامك، ما تتحشميش على وجه العشره اللي تعاشرتوا فيها وانتم كنتوا صغار، كليتوا مع بعض، لبستوا مع بعض، لعبتوا مع بعض، نعستوا مع بعض، فرشتوا مع بعض وتغطيتوا مع بعض، شقيتوا في الدار مع بعض، كان عندكم حلو مع بعض. كيفاش انا ملي كنسمعك كتهضري قسما بالله لك انا كنحشم بلاصتك، كنحشم كنخليني صحيح انا ما كنبغيش ندير لك المشاهده، وانما كيخصني نشوف واش تراجعتي شويه واش نعلتي الشيطان ولا باقي الشيطان فوق كتافك. عيب هادشي اللي كديري لاختك، عيب. على الاقل غير تسكتي، راه انت راه ما كتطلعي بوالو، راه ما عندك حتى شي تاثير، راه ما كيميزك حتى شي حاجه عند الناس اللي كاع دخل وشافك كيدخل باش يدير لك ديزابوني. غادي كنقولها لك انا في اي اوديو قلته، وكيحتقروك الناس، واللي كيشوفك تيقول علاش ما كترجعيش تقوليها لراسك اللي مخليه الدراري مع باهم، ما عارفين يفرشوا، ما عارفين ينعسوا، ما عارفين يجلسوا، ما عارفين، ما عندهمش واحد الدفء العائلي اللي كتصنعوا الام، اللي كتخرجوا الام، اللي كتحتضنوا الام. انت سمحي لي ماشي ام، انت واحد شنو غادي نقول لك، حتى اش نقول لك، واحد الحركه فوق اسم الام ما تستاهليهاش. انت واحد السيده ظالمه ما كتخافيش الله وما كتعرفيش ان الاخره كاينه. انت واحد السيده، عيب عليك انك تقولي عندك اختك. ماشي غير الاخرين ساكتين، ولكن انت هي الفم ديال الفران ديالهم اللي كيخرج منه اللهيب ديال النار. اش غنقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عليك. حاولي تحشمي شويه وحاولي تركزي شويه وتعرفي راسك راه انت خاطئه، وعارفه ان راه الدنيا فيها الحياه وفيها الممات، وعارفه ان الطريق ديال العشره راه ما كتهونش على ولاد الناس، راه كتهون غير على ولاد الحرام. وعرفي بالله راه انتيا ما كتعرفيش بالله راه الاخره كاينه، وان شاء الله بحول الله غادي تكوني واحد السيده اللي غادي تكون نادمه، ولكن ما غاديش تلقى الندم فاش غادي تعضي، غادي يجيك الندم في الوقت اللي ما غادي يكون الندم عندك بوالو. صحيح سميره واحد السيده مناضله على ولادها، حنا ما تنقولوش هزه واحد الفردي ولا هزه مكحله وكتناضل، راه كتناضل على ولادها، هذوك الولاد هما اللي غادي يكونوا قدوه واحد النهار للبلاد.
انت اللي كتعيبي على القنوات، هذوك القنوات كلهم رقموا بالدور ديالك، لانه لقاو الفراغ اللي خليتي ليهم انتيا لقاوه. كنتمنى تكوني عارفه الاخطاء ديالك وتستدركيها، لانك انت دابا كيشربوا منك ولادك، راه ماشي المجتمع، ماشي الناس اللي كتسمع، راه ولادك اللي كيلاحظوا شنو كاين. غادي يجي واحد النهار اللي ولادك غادي يتفرتكو. واش عمرك جلستي وقلتي واش هذا الموضوع ممكن يتكرر مع ولادي؟ الا كنتي جلستي مع راسك وقلتي واش هذا الموضوع يتكرر مع ولادي، انا اكيد مليون في المية غادي ترجعي شحال من خطوه للور، وغتستدركي راسك، وغادي يكون الوقت باقي ما فاتكش. وانما الا ما استدركتيش وكتعرفي هذاك الموضوع غير موضوع الساعه باش تدخلي به الفلوس، راك انتي اللي خاسره. ونهار اللي غادي تجلسي وغادي تبداي تحصري على شنو اللي واقع بينهم، بين ولادك مع بعضهم، غادي تقولي يا ريت كان الزمن نرجع للور، وهذا لا بقى عندك شي زمن، وما تدخلتيش بهذه المواضيع هذه، وسانتي اختك ولو تكون خاطئه. انت دابا كتقولي اختك كتثبتي عليها اتهامات ديال الطليق ديالها او الزوج ديالها، حنا هو دابا باقي زوج ديالها، كتثبتي عليها اتهامات، وما كتخافيش من الله اللي قال ان شاهد الزور راه ما عنده لا دين لا دنيا. هذه ما كتخافيهاش، ما كتدخليش في راسك شي حاجه اللي هي كتقول ان هاد الشيء اللي كديري فيه راه ماشي خير. نعلي الشيطان وهنينا غير بسكاتك، خلينا غير معاها وشنو كيقول فيها الراجل، باش نحاربوا غير الرجال المخاسير بحالو اللي كيديروا مع عيالاتهم. وخلي الموضوع ديال الاخوه خليه من بعد، لا ربما الا سكتي غادي تعرفي الحق من الباطل. انت ما قلتيش حتى عمتك، ما قلتيش حتى باك وامك، تيقولوا عليك انك واحد السيده ما كتخافيش الله حتى في والديك. واللي خلانا باش نتاكدوا بزاف هي هاد النبته اللي نبتات من عند والديك، ما سقيتيهاش باش تطلع باش تنور باش تعطي واحد الخير. حنا ما كنهضروش على سميره، انها هاد سميره راه واحد المثال كبير، مع انه مثال كبير ولا حنا كنعرفوها ولا صاحبتنا ولا شحال، وانما حنا كنهضروا على قضيه اولاد سميره، ولكن سميره هي الاساس، لان هي اللي احتضنت وغادي تلعب بالدور ديال الاب اللي هو تيقولوا الناس الراجل كيحضن ولاده. كيقول لنا المراه دابا اللي ولات كتقوم بالدور ديال الراجل في العمل، بزاف ديال المصالح، حتى المراه خرجت كتخدم بحال الراجل، ولات المراه كتحضن على الدراري وكتخدم عليهم وكتشوف مستقبلهم وكتبغي تقريهم وكتبغي تقوم بواحد الدور ديال الراجل، لان ملي كتجوج كتسحب خدات راجل، وهي ما خداتش راجل، هي خدات رعواني وكيخاف من المسؤوليه وكيبغي يجمع الى عنده ما يجمع، ونسى انه واحد النهار ان هي اللي رداتو راجل، ولكن صدق ماشي راجل. نسى واحد النهار انه هي اللي ورشقت ليه الطريق يوم اللي كان ناعس، وكتقول ليه فيق ولبس وقاد وخرج نقلب شنو نديرو، واجي عندي الخدمه وهزني وهز ديال الاغراض ديالي وشوف شحال تخلص وشوف شحال غنصرفو وشنو غادي نديرو شنو غادي نشريو. الا كانت هاد سميره عندها الاراضي وعندها الديور، علاش سكنات في ديور الناس؟ الا كانت هاد سميره ما مزياناش، علاش كتبان لينا في واحد الصوره ما كتعرفش تصنع؟ الا كانت هاد سميره خايبه كاع، كنت راجل وكون مزيان. الا كانت هاد سميره ما كتبغيش ولادها ما تموتش عليهم وتبكي عليهم وتحضنهم وتجيبهم، والا كانت هاد سميره كتهضر على الفلوس ديال المخسور وبغات منهم، راه خدمت فيهم وشقات فيهم، وهاد الفلوس من حقها، لان من حق ولادها، لان الشرع والقانون والدين تيقول لنا الاب هو اللي خصو يخدم على ولاده، ما تيقولش ان الام هي اللي كتخدم على ولادها. ولا كان بالصح ان الام تخدم على ولادها يكونوا بجوج، امتى تخدم الام على ولادها؟ الا شدات هذاك الراجل ومات ودفناته وعرفت ما كاينش عندها العويل اللي غادي يعولها، غادي شنو غادي دير؟ غادي تنوض وتخدم عليهم وتعطيهم من حقها من صحتها وتربيهم وتكبرهم. هذيك الساعه ما غادي يهضر على حد، وما غتبكي على حد، وما غادي تشكي على حد، وغادي تكون تحزمت مليون الف حزام ودارت الطريق لراسها وشقاتها وخدمت على وليداتها وكبرتهم، وما غاديش تقول احا راسي احا ظهري احا رجلي احا انفصلي. كيفاش؟ لان المراه غادي تنوض تسكت، وكتسكتيها انت لانك اختك، وكتقولي لها سكتي وما تقوليش ودرتي لنا الشوهه. والشوهه اللي درتي انت، الشوهه اللي دايره انت، هي شاريه دار وشاريه فوق منها دار اخرى
وباغا تكري ولادك في الكرا، فين هي الشهه ديالك؟ علاش ما هضرتيش عليها؟ وتيقول لك راه الجمل ما كيهضرش على حديبته، كيهضر على حديبة الناس. والصبح ما تيقولش هكا، تيرجع على اساس انه هو راه داير صبع لراسو، اربعه لراسو وواحد القدام. اتقي الله وما تبقيش تخرجي في قناتك وتعطي واحد المحتوى اللي خايب، اللي ما كيبغيوش الناس يربيو عليه ولادهم، ولكن انت فرضتي راسك في القناه وبغيتي تبداي تربي الناس على شي حوايج خايبين. الام ملي كتكون ام كتربي وليداتها على الحب وعلى الجمع وعلى الوئام وعلى الدفء. عمر الام ما كانت تقول لولادها جي انت خايب، جي انت ضرب هذا، جي انت دير هذا. بالعكس كانت كتفك ولادها مع بعضياتهم وتقاد الخواطر لبعضياتهم. لكن انت جيتي وطلعتي ولقيتي اليوتيوب وطلعتي بقناه وليتي كتورينا شي حاجه خايبه وشي حاجه فاسده اللي ما يمكنش شي واحد يربي ولاده عليها ولا كان يحلم. اصلا انت سيري ربي ولادك وجمعيهم وقبلي على داك الراجل. ليك انت كتهضري على راجل اختك راجل طيب، وراجلك انت ما كانش طيب، ما كتفكريش معاه حتى شي نهار زوين، ما كتفكريش معاه حتى شي نهار دوزتوه وتصبري عليه. للياتك راهم صابرين على السكيريه وصابرين على الحشيشيه ومربيين ولادهم، وتيقولوا غيجي واحد النهار وغادي يتوب عليه، وغادي على الاقل نصبر على ولادي. على مثال زمان تقول لوالديها راه ضربني راه داليا، كتقول لها سيري الا ضربك في ديك الركنه رجع للركنه الاخرى وكتصبر. هذاك مثال ماشي خليه يضربك، هذاك الا قال لك شي كلمه سيري صبري راه ما عندكش فين ترجعي. انت يوم اللي عرفتي عندك المشكل واخترعتي المشكل خرجتي، ومنين خرجتي اشنو درتي؟ فكيتي راسك قلتي راسي يا راسي. الولد هزيتيه ديتيه ورجعتي ولقيتي عنده مشاكل، البنت وكذلك خرجت من المدرسه، البنت الاخرى ما كنعرفوش حنا عليها شي حاجه لان نشرتي حوايجك بدينا كنشوفوا فيهم فاسقين، وعندك شي حوايج غامضين وعندك شي حوايج متفقه انت وراجلك عليهم وبنتك، وطالعين بقنوات انتوما غير اللي كيتفرج فيكم راه غير كيضحك عليكم، او لشي واحد اللي ما فاهمش الحياه، وهذاك اللي ما فاهمش الحياه مضيعينه بيناتكم. انا تنقول لك خصك بزاف باش توصلي لسميره، خصك بزاف 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 بزاف، لان سميره هزت ولادها صحيح مشات من دار لدار وجات لعندكم خرجتوا اسرارها. هذه هي اللي خصك تعرفي، ان المغرب كامل عارفين بلي سميره هزت ولادها وخرجات باش ما يبقاوش اسرارها يتباعوا ويتشراو بالفلوس وباش يطلعوا بهم القنوات. هذه اللي ما بغيتيش تدخليها انت في راسك، اللي الناس كلها عارفه هذاك الشيء علاش دايرين لك الديزلايك ومنزلينك الارض. فهمتيني؟ على الاقل ان هذا الموضوع ديالك هضرت فيه عرقني شويه مع المشي وتندير لونطريمون قد ما هو سخني، لاني انا كل ما كنسمعك تنحقد عليك، وكنتمنى بزاف ديال الناس يحقدوا عليك اكثر. انت ماشي مثال لا ديال الاخت ولا ديال الابنه ولا ديال الزوجه ولا ديال الام. المصيبه من هذا الشيء كله انت ما كتمثليش الامهات، انت مصيبه ديال الامهات اللي في هذا العصر هذا. انا تنقول رجعوا بزاف الناس يحضنوا ولادهم وتيبكيو عليهم وتيجرهم عندهم كيف ما كدير سميره. شتي المثال ديال سميره؟ بزاف الامهات لا حول لهم ولا قوه الا الشجاعه ديالهم والتضامن ديالهم مع وليداتهم ويكبروهم، وعارفين ان المستقبل قدامهم زاهر وانهم غادي يوصلوا واحد النهار وغيردوا الجميل. وهاد الدراري ان شاء الله غادي يخرجوا دكاتره ومحاميين ومهندسين، وغادي ان شاء الله يرجعوا اليوتيوب ويشوفوا شكون اللي كان كيشحن ويزيد البنزين ويشعل في النار منهم على باهم. كيف ما كان الحال ردي البال غير لهذوك الدراري، غير على وجه ذوك الدراري. الا ما بغيتيش تشوفي وجه الله اللي غادي يعاقبك واحد النهار، شوفي غير في وجه ذوك الدراري يبقاو فيك، شوفي في وجه امهم اللي هي اختك، شوفي في وجه باك امك. عيب عليك، عيب عليك الا قالوا لك ناموسة، راه ناموسة. تعرفي الناموسة اش كدير؟ كتمسك انت كتحط على الجلد وما كيحس بها حتى واحد، غير كتقرص وكطلع عاد كتبقاي تحكي وتقلبي على الملحه ديريها وما كيفدي فيك والو، لا ريحه لا الكول لا ملحه لا حتى شي حاجه، كتبقاي عاطيه غير الحكان والتبرزيط. ايوا راه ما قالوا لك ناموسة، حتى راكي ناموسة وناموسة بامتياز. اش غنقول لكم؟ كنتمناو نضامنوا ونبقاو في ظهر سميرة، ولو ان احنا ما عندنا ما نديرو، وانما غير نبقاو نعطيو هذا الكلام هذا، لان كاينين الناس كبر منا كيهضروا في هذا الموضوع هذا وموصلين صوتهم
ولكن حنا على الاقل الا دخلوا عندنا ناس اخرين يحاولوا يعرفوا الحق من الباطل ويعرفوا كيفاش يمشيوا مع هاد السيده ويمشيوا ضد هاد السيده ويشوفوا الزين زين والشين شين.